السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا آية إبراهيم. النهاردة إن شاء الله هنعمل بندنت اللفات دي كلها بسيرفس واحد. يلا نشوف إزاي. أول حاجة هدخل الديزاين بتاعي باستخدام كيتشر فريم عادي جدا وحدد مقاسه، بعدين هرسم الأوتلاين. هشيل الصورة واظبط اللفات بتاعتي انها تبقى ناعمة اكتر ولفة على بعضها اكتر. هاخد اللاين ده وهعمل له سكيل كوبيس، ده كده بقى عندي كوبي اصغر من اللاين الكبير. تعالوا بقى نروح لل 3D. هعمل اوفالة 3D بالمنظر ده من الأشكال الموجودة جاهزة عندي في الراينو عادي، وخليها أكبر شوية من الشكل بتاعي. وبعدين هاخد اللاين الكبير ده وهعمله بروجكت عليه كده. الخط بتاعي اترفع وعمل التموجات، ونعمل لوفت ما بينه كده. الخط بتاعي زي ما انتوا شايفين عمل تموجات وترفع حلو قوي، بس انا عايزة اكد على التموجات دي انها تبقى اقوى شوية وتبقى قريبة من الارض اكتر، فهأكد على النزول بس شوية وهظبط شوية في الخطوط. بس كده هعمل كروس سيكشن وابني السيرفس بتاعي باستخدام سويب تو علشان يبقى مظبوط اكتر، ونعمل اوفست بوث سايد ديليت نو علشان اقدر اتحكم في البولي سيرفس باستخدام النقط عادي جدا. زي ما انتوا شايفين لما عملت الاوفست في اماكن دخلت على بعضها شويه، فتعالوا نفكها شوية. هعمل روتيت للبوينت عادي وموف مفيش مشكلة لغاية لما الشكل بتاعي يبقى مظبوط تمام.
طيب انا عاوز ارص ستون هنا، هي اماكن الاوفست بتاعها مش مظبوط، فهعمل دوبليكيت للخطين دول وبعدين ريبل. هعمل سويب تو بين الخطين عشان اتاكد ان مساحه السيرفس مظبوطه. واظبط الخطين اكتر لغايه لما اتاكد ان هما كلهم مظبوطين. لتاكيد علشان اتاكد اكتر ان السيرفس بتاعي هياخد الستون كلها مظبوطه، ما يبقاش في حته قريبه قوي من الحرف، ما يبقاش في حته ضيقه او حته واسعه، هعمل اكستند للسيرفس واعمل عليه اوفست بعرض السيرفس اللي انا عاوزه ارص عليه ستون بتاعي واقص الزياده. نعمل اوفست وهرص الستون باستخدام الراينو جولد. لو مش عندك استخدم الراي اللون كيرف اون سيرفس. بس كده حط هنا بين الخطين دول وابني السيرفس بتاعي باستخدام سويب تو. وده السيرفس اللي هحط عليه الباترن بتاعتي. هنستخدم UV وبعدين اوفست كيرف اون سيرفس بالعدد والرقم اللي انا عايزاه. انا عملت سيرفس علشان لما اجي اعمل اوفست يعمل لي رقم كبير مره واحده. ونرجعه تاني على السيرفس. وهاخد الخطوط دي وهعملها 5.3. تعالوا بقى نرص البرونجات. كل هحتاجه ان انا ادوس شيفت واشد الكرة دي شوية عشان يبقوا برونجين. وبعدين في هنا برونجات دخلت في بعضها، هشيلها وحط برونج اصغر واظبطها اكتر. هنعمل القطرات من قطر استوديو. بس كده هدخل البيل اللي هتتعلق منها مع السلسلة وهربطهم من بعض من تحت بالمنظر ده. انا مستخدمة في البيل دي طريقة المفصلة اللي اخدناها في فيديو قبل كده، لو ما شفتوش هتلاقي اللينك في الديسكريبشن وهتلاقيه برضو في نهاية الفيديو.
وبعدين هعمل بوليان ديفرنس بس كده. وبكده نكون خلصنا. فضلا وليس امرا اعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد، وهتلاقي في الديسكريبشن فورم قولنا نوعية الفيديوهات اللي تحب ان تكون موجودة في الفترة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.